السلام عليكم يا اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. ووصفات اللي دائما كتفيدنا في التنظيف وكتسهل علينا المأمورية في الحياة اليومية ديالنا. غادي نطفو الكوكوط تولي جديدة كيف ما شفتو، وايضا غادي نشارك معكم حيل اخرى وتدابير يعني متنوعة في هذا الفيديو هذا. فما عليكم الا تبقوا معايا حتى الاخير الفيديو، ما تسرعوش الفيديو، كملوا حتى الاخير لان فيه معلومات اللي هي مهمة وافكار اللي متنوعة. نتمنى لكم ان شاء الله فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. أول تدبيرة الأخت اللي سولتني على كيخرجوا ليها الماعن في الغسالة، رغم أنها كدير الملحة وكدير هذاك الملمع كيخرجوا مضببين وأيضا بحال مخبوشين. فأحسن حيلة باش نحيدوا ديك الخدوش اللي كتكون في الزاج وفي الإينوكس، بعض المرات كتوقع هكا في الغسالة، واش الجهد ديال الماء السخون أو داك الدوران ديال الماء. المهم وضعوا كرات ديال الألمنيوم في الغسالة ديالكم، كتحيد هذوك الخدوش اللي كتكون رقيقة وكتبان في الزجاج وأيضا في الإينوكس، وكترجع ليهم اللمعه ديالهم. ايضا البيدو ديال الجافيل، الاخوات اللي ما كيستعملوش جافيل بزاف وضروري خصنا نقتصدوا فيه، لان اولا كيكون مجهد على اليدين، وايضا الا لاحظتوا راه ما كنستعملوش انا بزاف الطريقه اللي كندير، لان ضروري عاوتاني هكا الروبيني او لا شي بلاصه هكا كيكون فيها بعض الاوساخ اللي كتكون خصوصا هذا الحوض ديال الغسل الاواني ديال الانوكس. هذاك دائما كل ليله كنرشو اولا كندير فيه جافيل، وخصنا نديرو هذه الطريقه اللي غنشارك معكم باش هكا يكون اقتصادي ويكون ساهل. يعني ملي هكا تبغي السيده تنعس ترش الروبيني وترش الحوض ديال الانوكس، اللافابو، اي حاجه بغاتها بهذه الطريقه هذه اللي كتجي عمليه وسهله وبسيطه. كناخذ واحد الرشاش بحال هكا وكنضيفوا فيها جافيل، اولا ممكن تخفوه بالماء كيبقى لكم الاختيار. انا هذا يعني كتكون عندي هذه القرعه كتبقى مده طويله، وهذاك ديال التسييق هو كناخذ داك الرخيص ديال 10 يطر ب 20 درهم، هو اللي كندير التسييق ديال الارضيات. اما هذا كيبقى لي لهاد الاشياء هكا بحال الروبيني بحال الحوض ديال الغسيل، ضروري في الليل ملي تساليو شغالكم ترشوا واحد الرشه خفيفه هكا وتعاود تمسحوا بواحد التوب، راه كيعطيكم واحد اللمعه في هاد الاواني ديالنا، في الروبيني في لافابو في اي حاجه رشيتوها، وكتبقى اقتصاديه. وهنا غادي ندوز معكم الفكره اللي هي اساسيه في هاد الفيديو هذا، هو الكوكوط. شوفوا كي كتولي الكوكوط ديالنا اوسخ، اللي هي عنيده، وغادي نشارك معكم الطريقه باش نظفوا داك المكان اللي بين اليدين الكوكوط اللي كيسبب مشكل بزاف ديال السيدات. والخلطه راه غادي تلقاوها ان شاء الله كلها مكتوبه ومشروحه، هاد الخلطه هذه اللي فات ليا استعملت معكم باش هكا ما توضروش في الفيديوهات. يعني ما نقول لكمش الخلطه صوبتها معكم في الفيديو ديال البارح، غادي نديرها لكم في اخر الفيديو باش تبقى غاديه مع الفيديو وغادي تستافدوا منها. بعد ما خديت الخلطه اللي كنت صوبت معكم ودهنت بها الكوكوط، غادي ديروا الطناجر كاع اللي عندكم بهذه الطريقه هذه، الا كانوا مسخين بزاف ديرهم في كيس بلاستيكي، دائما كيساعدنا ديك الخميره مع كيس بلاستيكي وصابون الحجره، راه كتعطينا واحد النتيجه اللي هي رائعه. كناخذ واحد الجيكس اللي هو رقيق، ماشي باش نبقاو نحكو بالجهد، راه ما كاينش مجهود اللي هو بزاف. كيف ما شفتوا راه غير كندوز عليها وكتخرج اللمعه. دائما اخواتي الخميره خصوصا الا درتو كيس بلاستيكي، الا كانت كثر من هكا في الاوساخ كتقلع بسرعه، غير كدوزو جيكسه اللي هي رقيقه وكدهنوها شويه بديك الخلطه باش هكا ما تبقاش كاع تجرح لينا الاواني ديالنا ديال الالومنيوم. ممكن الوصفه كما قلت لكم ديروها حتى الانوكس، ديروها الفضه، ديروها لاي حاجه كاينه عندكم كتعطي واحد اللمعه اللي هي رائعه بزاف. هاد الخلطه هذه راه سحريه بمعنى الكلمه، صوبتها معكم في الفيديو ديال البارح. بالنسبه لليدين عندكم هاد الشيتات هادو اولا هاد، هانتوما شوفوا راه ولات قصيره حيت صافي كيتكلاو لهذوك الشعيرات، وكنقطع عليها داك الحديده اللي في الراس وكتولي بهذا الشكل، راه كدوز مده طويله. وهذه راه ماشي هذوك ديال 5 دراهم اللي كيكونوا رطبين، هذه كتكون عند هذوك اللي كيجيبوا الريكلام ديال 2 دراهم، اللي كتلقاو عندهم الموس وكتلقاو عندهم المهم بزاف ديال الحوايج بجوج دراهم كتلقاوهم. خذ واحد جوج ولا ثلاثه واستعملوهم، راه كيتستعملوا بزاف. كينظفوا اليدين الكوكوط بطريقه لان الشيته ديالهم حرشه بزاف. هنا بعد ما شللتها من داك الخليط ديال الصابون اللي فيها، اكيد دائما كنلمعوا الاواني. هنا راه حيت لها اليدين يعني باش كنلقى ندوز لها في داك، المهم نظفها كلها عاد غادي نرد لها اليدين ديالها. ساهلين غير بالطورنوي في سكه واحد الفيس وكيعاودوا يرجعوا. وغادي نغسلها بهذا الصابون ديال الاواني، منها كتحيد الريحه ديال الصابون، وايضا كتعاود تخرج لنا واحد اللمعه، يعني واحد اللمعه زوينه كتولي كوكوط براقه. و الا درتو الاواني ديال الفضه راه ما يحتاجش ديروا الجيكس، غير الحلفه ديال التنظيف
وكما قلت لكم قد ما كثرات الاوساخ قد ما كديروا كيس بلاستيكي باش هكا الخميره وكيس بلاستيكي راه بسرعه كيتحيدوا لنا الاوساخ. هي الكوكوط ديالنا ولات حله جديده وكتلمع غادي ان شاء الله. دائما من الاحسن يعني الطريقه اللي كندير انا كنغسلهم بالصابون وكنقلبهم فوق الطبله هكا ولا واحد الماء كان فيه شميشه ولا واخا ما تكون الشمس ما تمسحوهمش بواحد الثوب باش تبقى ديك اللمعه ديال الماء. شللوهم مزيان من الصابون وخليوها هكا مقلوبه كتولي الكوكوط ديالكم كتلمع كتلمع. النتيجه فعلا مرضيه غادي نرد لها اليدين والاكسسوارات ديالها. وهي نضفتها بالوصفه اللي كنت شاركت معكم كاين بزاف الاستعمالات بهذيك الوصفه ان شاء الله. الى هكا فيديوهات قادمه غادي نزيد نستعملها معكم لان فعلا وصفه بحال السحر. ولكن ديروها في الثلاجه لان فيها الخميره وفيها الحامض باش هكا ما تضيعش لينا. ديروها في الثلاجه في واحد العلبه محكمه الاغلاق وحطوها في الثلاجه. ودابا راه غادي ندوز اخواتي الوصفه اللي شاركت معكم البارح نديروها كنرافقها في هذا الفيديو باش السيدات اللي تفرجوا غير في هذا الفيديو بوحدو تكون الفكره كامله يعني تكون الوصفه حتى هي داخله في هذا الفيديو هذا. نحكو طريف ديال الصابون كما العاده صابون الحجره صابونه صغيره هذيك اللي كدير درهم ونص ناخذوها ونحكوها بهذا الشكل هذا. ولا الطرف صابونه الحجره كبيره نقطعوا منها واحد الطريف ونحكوه بهذا الشكل نزيدوا عليها كاس ديال الماء. الوصفه راه كنت شاركتها معكم ولكن ضروري كما قلت لكم نخليها مع الاستعمال ديالها هذا. صافي غادي نردها تغلي حتى تذوب مزيان. وفي جهه اخرى غادي نطحن واحد الحامضه بقشرتها كلها وكاس ديال الماء نطحنها مزيان واحد الطحن ناعم. الا كان عندكم الحامض خضر وقاسح اولا يعني شفتوه ما فيهش داك العصير ديالو غليوها في داك الكاس ديال الماء. داك الكاس ديال الماء نديرو فيه حامض ونشعلو ليها فوق كاسرونه حتى شويه ترطاب لينا ونطحنوها باش تعطينا هذا الخليط اللي هو كريمي هكا نستعملوه كله. صافي غادي نخلطها مع داك الصابون خلط مزيان مزيان حتى تغلي لينا. الا جاكم ناشف بزاف كتضيفوا شويه ديال الماء. جاكم جاري كتطبخوا حتى كتشوفوا كيولي على شكل كريمه. بعد ما غادي نطبخوا هذا الصابون هذا غادي نجمع المكونات بجوج الحامض وهذا الصابون هذا. كنضيف عليه الحامض وهو كيغلي خص نزيدو نغليوه باش عاد نضيفو له المكون الاخر. واحد الاخت قالت لي علاش كديري الخميره ولا ما عرفتش كتبات شي تعليق هكا البارح في الفيديو ديري الحلوه بالصابون ولا المهم شي حاجه بحال هكا. الخميره دائما الدور ديالها راه كتقلع لينا الاوساخ يعني ماشي شي حاجه هكا اللي ممكن تكون في المكونات ديال كاع دوك البرودويات اللي كيتشراو اولا دوك. المهم انا جربتها سنين هذه وانا كنجربها كتساعد بزاف بزاف في التنظيف وما كنديروش واحد المجهود اللي هو كثير. يعني من بكري كنا كنذوبوا الخميره المعجونه هذيك اللي كتبع قطعه اللي هي كبيره هكا وطريه كنخلطوها مع صابون البلدي من شحال هذه من قبل كاع هاد اليوتيوب وكندهنوا بها الاواني ديال الجيكس وبسرعه يعني كتعاوننا بزاف بزاف كتخرج اللمعه وكتقلع دوك الاوساخ اللي كيكرفسونا كيكونوا لاصقين بحال الدهون ولا شي حاجه هكا اللي مطيبه ومعاوده وكتكون بحال قشره. الخميره راه كتقلعهم زيد صابون الحجره والحامض يعني راه غادي تكون واحد الخلطه اللي هي فعاله وايضا راه امنه على اليدين ما تخافوش هذه تاثر لكم لان الحامض كنستعملوه صابون الحجره ايضا.